بهدف ترويج الأردن سياحيا في فرنسا، وبمناسبة إدراج موقع المغطس على قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو وتسليم ملف ترشيح السلط لإدراجها أيضا على القائمة، رافقت رؤية الوفد الأردني الذي توجه إلى باريس لهذه الغاية، حيث أقيمت فعاليات ثقافية وفنية. التفاصيل مع صبا حداد. من عمان إلى باريس توجه وفد أردني يسعى إلى ترويج السياحة في الأردن، بلد الأمان وصاحب رسالة السلام وأنموذج العيش المشترك. الاستجمام، السياحة العلاجية أو الدينية، التاريخ والآثار، كل هذا وأكثر يجده السائح في المملكة، وهذا ما دعا إليه وزير السياحة والآثار نايف الفايز في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الفرنسية، حيث أعرب عن الرغبة بعودة الفرنسيين إلى المرتبة الأولى بين الأوروبيين الزائرين للأردن كما كان الحال حتى العام 2010. تواصلنا مع الإعلام في غاية الأهمية، وبالتحديد في الظروف الحالية لا يكفي فقط الإعلان عن الموقع، ولكن اليوم الإعلام بنفس الأهمية لتوضيح الصورة الحقيقية لأن الأردن بلد الأمن والأمان التي نفتخر بها، وهذه الصورة لابد أن تكون واضحة أيضا للجمهور الذي يريد أن يأتي للأردن، وهذا هو الجمهور الذي نستهدفه وهو الجمهور الفرنسي. الأردن هو بلد السلام، الأردن هو بلد التراحم، الأردن أيضا في حاجة إلى الدعم الفرنسي من الناحية الاقتصادية وفي هذا المجال السياحة. ومن باريس احتفال تردد صداه في عمان، أقيم بمناسبة إدراج المغطس موقع عماد السيد المسيح على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، تخلله تقديم أغاني وطنية أردنية وأناشيد دينية وترانيم وحفل موسيقي كبير لمغنية الأوبرا الأردنية زينة برهوم. حبيبي معايا من قبل رافق ذلك معرض في مقر اليونسكو لفنانين أردنيين في مجال التصوير الفوتوغرافي والكاريكاتير، كما أقيم بازار خيري تم فيه عرض منتجات وحرف يدوية أردنية تمثل مجمل النشاط الاقتصادي الوطني، خصص ريعه لمركز الحسين للسرطان. We are pleased with the decision of the World Heritage Committee because as I just shared also with our distinguished guests, the message is extremely powerful. It is a message towards the Christians, but not only. It's a message to all the different communities. It is a message of peace. It is a message of respect. It is a message of tolerance. ومن المغطس إلى السلط التي تم تسليم ملف ترشيحها إلى اليونسكو لكي يتم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي المسجل لديها، ليكون الملف الأول عالميا الذي يقدم لتسجيل المواقع التراثية فيها ضمن الحركة العمرانية الممتدة من عام 1865 إلى عام 1920. الأردن على خارطة السياحة هدف لهذه الفعاليات الثقافية التي دعمتها هيئة تنشيط السياحة ممثلة برئيسها عبد الرزاق عربيات في قلب فرنسا، لنقل رسالة الأردن الرحب المضياف إلى زواره في سعي دائم للحضور في هذا القطاع الذي يجلب للوطن إيرادات من شأنها أن تنعش اقتصاده. في حجم بعض الورد إلا أنه لك شوكة ردت إلى الشرق الصباح أردن وأرض.